السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنت من بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات اليوم الإخوان أول حاجة غادي نتكلم على واحد الانتكاسة للنظام العسكري الجزائري ومعه الشير ديال بوليزاريو رئيس البرازيل يرفض استقبال ويرفض حضور بن بطوش لحفل التنصيب كذلك غادي نشوفوا واحد القربة لمنوضها فوزي لقجع اللي مولود واحد الروينه قرباله نايضة في الجزائر سبب عدم حضور رئيس الكاف ورئيس الفيفا لمباراه الشان بالجزائر كذلك غادي الغاء الشان بشكل نهائي غادي نتكلموا على هذه المواضيع ولكن قبل ما نبدا كنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناه بالضغط على زر اعجاب كذلك دعمونا بالبارتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا وما تنساوش التعليق لأنها انها خريطه الطريق ديال هذه القناه على بركه الله غادي صور بالموضوع وغادي نبداو بواحد الذكاء خطير ما شاء الله عند السيد فوزي القشع مساكن الكراغله مازالين في صدمه حتى كطيح عليهم صدمه اخرى تبارك الله على السي القجع لو كان كان يعني المسؤولين المغاربه بحال السي فوزي القجع بحال السي ناصر بوريطا بحال السيد عمر هلال المهم الاخوان من بعد السي فوزي القجع من بعد ما الصدمه اللي حط النظام العسكري الجزائري حطهم جوج اختيارات يا تفتحوا لنا المجال ونجي ونشاركوا وإلا ما فتحتوش غادي نسحبوا ونوجدوا راسكم من العقوبات هنا اخواني اخواتي حطهم جوج اختيارات واملنا ان هذا النظام العسكري الجزائري يبقى مستمرين في النوت ديالهم وما يفتحوش المجال الجوي ويبقى المنتخب في المغرب وما نمشيوش ونسحبوا ويوجدوا راسهم العقوبات هنا مباراه ديال الافتتاح ديال الشان كاينه ان شاء الله يوم 13 يناير تقريبا بقات لهم سبع ايام سي فوزي القزع شنو غادي يدير خلى الموعيد ديال القرعه ديال كاس العالم للانديه خلاها حتى 13 يناير غادي تقولوا لي فين هو المشكل القرعه ديال كاس العالم للانديه كاينه في المغرب الافتتاح ديال الشان كان في الجزائر هنا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت صفطات دعوة الرئيس ديال الفيفا هي رئيس الاتحادية أو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كذلك صفطت واحد الدعوة لرئيس الكاف اللي هي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم و بي باش يحضروا الافتتاح يعني اليوم بجوج بهم ما غاديش يحضروا. ما غاديش يكونوا في هذا الافتتاح وهذه صدمه كبيره للنظام العسكري الجزائري علاش لانهم باغيين يستغلوا هذه الفرصه باش يروجوا الاعلام ديالهم باش يحاولوا يهضروا ويلطفوا الجو لكاس افريقيا 2025 يتكلموا مع موتسيبي تكلموا مع رئيس الفيفا النظام كان باغي يستغل الفرصه ولكن السي فوزي القجع قال لهم لي الجمل فراس الجمال بطبيعه الحال نهار 13 يناير هو موعد القرعه لكاس العالم للانديه اكيد رئيس الفيفا ما غاديش يخليك القرعه ديال كاس العالم للانديه اللي هي بطوله اهم بكثير ولا مجال للمقارنه مع الشان بطبيعه الحال ما غاديش يكون حاضر في المباراه ديال الافتتاح في الشان كذلك الرئيس ديال الكاف ما غاديش يكون حاضر في الجزائر وبالتالي بجوج بهم غادي يحضروا في القرعه يعني في المغرب اللي غادي تكون في الاكاديميه بسلام وكان من الممكن فوز القشع يخلي هاد القرعة نهار اخر يعني لو كان كان باغي يخليه نهار 14 نهار 15 نهار 16 ولكن ولكن ضربت معلم ان اصلا الفيفا كتقول لك عطي النهار اللي تختار تكون فيه القرعة احنا يا حرين السي فوزي القجع حتى هو حر اختار نهار 13 اصلا نهار 13 كنتفائلوا به وبالتالي كما قلنا ضربت معلم السي فوزي القجع هنا الضربات تتوالى على هذا النظام العسكري الجزائري انتكاسات كل يوم كيفيق على صفعة وعلى ضربة وعلى هذا الأساس الشان مهددة بالإلغاء نهائيا هنا إخواني أخواتي كان أخبار كتقول راه من الممكن إلغاء الشان نهائيا وكان واحد المقترح من سي فوزي القجع كيقول ممكن أن نعود هذه البطولة ديال الشان بمسابقة قارية يعني كأس إفريقيا للأمل غادي تكون ديال 23 سنة فما تحت وممكن يكونوا حتى المحليين وكيقولوا كذلك يعني خاص إفريقيا كل أربع سنوات خاصها هذه المسابقة من أجل تأهيل المنتخب الإفريقي اللي غادي يمشي للألعاب الأولمبية وبالتالي كيشوفوا بلي الشان هي مكلفه كيشوفوا بلي شان مجموعه من الدول الكبيره قطعته يعني بحال جنوب افريقيا قطعت هذه البطوله تونس مصر وشان فيها خساره ماديه هنا بزاف ديال الدول انسحبت وقالت لك يعني ما عندهمش الفلوس باش غادي يكملوه او باش غادي يشاركوا في هذا الشان اللي كان في الجزائر وبالتالي فالمقترح هو انهم يحيدوه نهائيا ويعوضوه بكاس افريقيا للامل اما بالنسبه للشرط ديال الجامعه الملكيه المغربيه يعني الشرط ديال فوز القجع من اجل المغرب كيشترط على الكاف ان الجزائر تفتح لنا خط جوي مباشر يعني المغرب يمشي مباشره من الرباط حتى المدينه اللي كتحتضن هذه البطوله وبالنسبه للكاف حتى هو ما بغاش يعلن على القرار ديال الجزائر مازال الجزائر في التعنت ديالها ما بغاتش الطائره المغربيه تدخل الاجواء ديالها يعني طائره مباشره والكاف هي توصلت بالرساله ولكن لا تريد الاعلان عليها اليوم الكاف راه خدامه لانها كتقول الى المغرب ما شاركش في هذا الشان الشان غادي يفشل اصلا هو راه فاشل ولا المغرب زاد ما شاركش صافي يعني ما بقاش شان لان المتتبعين في العالم كانوا غادي يتابعوا المغرب لان الاسهم ديالو طالعه وايضا دوله معروفه دوليا وعندها واحد الوزن كبير ولان حتى دوك الدول المشاركه اليوم في الشان ما عندهاش قيمه عالميه يعني في العالم وبالتالي الكاف تصفطت رئيس لجنه المنظمه للشان داخل الاتحاد الافريقي سيدو بومبو هذا رئيس الاتحاد يقبل ايتو كيحاول يدير واحد التوافق ما بين الجزائر والمغرب هذه يومين كان اخر اجل لارسال لائحه اسماء المنتخب المغربي المغرب مازال ما صفت لهم حتى شي حاجه كينتظر الرد من الكاف واليوم الكاف كتهدد الجزائر بمجموعه ديال العقوبات قاسيه وهذا من جهة من جهة أخرى انتكاسة أخرى للنظام العسكري الجزائري وانتكاسة للشردماد البوليزاريو الأمر كيتعلق بدولة البرازيل كما تعلمون مؤخرا في البرازيل كانت انتخابات وصعود رئيس جديد اللي هو لولا دي سيلبا هذا الرئيس عنده توجه يساري النظام العسكري الجزائري كان كيظن على أن أي شخص عنده توجه يساري صافي غادي يستقبل بن بطوش غادي واحد طائرة رئاسية وغادي يجلس مع بن بطوش وهذه الطائرة الرئاسية بطبيعة الحال على ظهر الشعب الجزائري اللي نهار وما طال وهو في الطوابير النظام العسكري الجزائري كيعجبهم يصيفطوا بن بطوش باش ياخذ صور ديال سيلفي بحال بحال العاده ويروجوا على انه انتصار وانتصار على المرك ولكن المفاجاه المفاجاه هنا ان الرئيس ديال البرازيل رفض استقبال بن بطوش بل رفض ان يكون حاضرا في حفل التنصيب ما حدث ان النظام العسكري الجزائري كان كيستعد لارسال بن بطوش الى البرازيل وجد الطائره الرئاسيه لانطلقت انطلقت من العاصمه الجزائر ومشات حتى المطار في تندوف لباش تقوم بنقل بن بطوش ولكن المفاجاه قرار الرفض لم يتاخر من البرازيل قالوا البرازيل لا نريد هذا الشير ما يجي لعندنا وحتى يعني حتى في الحفله ما يحضر يعني لا رئيس ديال البرازيل ولا حتى المؤسسات ما بغاوش هذا الشير ما يمشي لعندهم يتعاملوا مع هذا النوع من الشرديمة رفضوا حتى انه يكون في حفل التنصيب ورجعت طائره خائبه الى المطار ديال الجزائر العاصمه وكما قلت لكم انتكاسه مورا انتكاسه المهم الاخوان هذا هو الموضوع ديالنا تحيه لكم كبيره شكرا لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته